اخبار اليوم. اهلا وسهلا استاذه عزه خليل، ممكن تكلمينا عن الحدث؟ مساء الخير واهلا بيكم. الحدث زي ما حضراتكم طبعا شايفين تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وبتنظمه منظمة الأمم المتحدة. الحدث ملكات جمال السياحة والثقافة، وليست يعني ملكات جمال فقط بالمفهوم اللي احنا عارفينه. وجود أكثر من 80 دولة في هذا الحدث بيمثلوا الدول آسيوية ودول أوروبية وأفريقية، دي يعني أحسن رسالة للخارج. بنقول ان مصر قادرة على الاستضافة ومصر آمنة، وده يعني انا من وجهة نظري هذا البرنامج المعد للمتسابقات هيكون ان شاء الله القاهرة، بداية من القاهرة هيروحوا الأقصر في زيارات للمعابد الأقصر، المعابدنا الجميلة والسياحة الثقافية. بعد كده هيتحركوا على سهل حشيش، وهيبقى فيه أكتر من يعني مسابقات أو عروض أزياء شعبية، يعني كل متسابقة هتعرض زي الزي الشعبي بتاع بلدها. وبعد كده هيطلعوا على الإسكندرية بزيارة مكتبة الإسكندرية، وهيرجعوا على القاهرة للفاينل اللي هو هيكون يوم 14 إبريل. ان شاء الله برضو هتكون فيه هي حفله، يعني حفله هتكون رائعه بوجود اكتر من فقرات فنيه كويسه وزائد المسابقات. واحنا هيئه تنشيط السياحه بترعى كل هذه المناسبات السياحيه اللي لها مردود ايجابي. والفترة الحقيقة الجاية هيكون في العديد من الـ يعني الأجندة السياحية اللي هي في رياضية وثقافية. بالنسبة للجزئية الرياضية هيكون في بطولة العالم للسكواش، دي هتكون من 21 ل 29 بالجونة، دي للدورة الخامسة، ودي فيها 65 مصنف على مستوى العالم. وبالتأكيد دي برضو هتكون فرصة جيدة جدا ان احنا نوصل الرسالة اللي احنا بنتكلم عليها. انا بتشكرك.